يعني اعتقد ان الهدف ربما الاسرائيلي من هذه الضربه توجيه رساله صارمه الى ايران او حتى للاجتماع. يعني بحسب المعلومات المتداوله ان هناك اجتماعا يضم كان قيادات عسكريه من ميليشيا حزب الله وفصائل اخرى بقياده ايرانيه، مع وجود تنسيق سوري داخل هذا الاجتماع. واسرائيل علمت بالاجتماع وارادت استهدافه، ولكن هدف الاستهداف هو استهداف طبيعه الاجتماع، واي وتوجيه رساله الى ان ما يراد تخطيطه داخل هذا الاجتماع ستكون اسرائيل بالتصدي له. لولا ذلك، لو كان هذا الاجتماع او استهداف شخصيه معينه ذات ثمن كبير بالنسبه لاسرائيل، ربما كان باستطاعتها ان تكسر قواعد الاشتباك وان لا تبلغ روسيا بعمليه القصف، وتستهدف الاجتماع بشكل مباشر وتطيح بكافه القيادات من جنرالات في الحرس الثوري الايراني واخرين. نقطة ثانية يمكن استنتاجها من هذا القصف أن القيادات الإيرانية بدأت تتخفى في أماكن سكنية، فهذه المنطقة التي استهدفت فيها منازل وفيها سكان عاديين موجودين، وأن على ما يبدو أن نتيجة التوتر الحاصل بدأ الإيرانيون يدركون أنهم باتوا بمرمى الاستهداف الإسرائيلي، لذلك بدأوا يلجؤون إلى التستر والاختفاء في أماكن مكتظة بالسكان، لعلهم يأخذون المواطنين دروعا بشرية لهم وبالتالي يحمون نفسهم من أي استهداف. هذا الأمر أيضا كنا نراه في لبنان، يعني حزب الله يتخفى، يعني سواء قياداته تسكن بين المدنيين أو حتى يعني يخبئ سلاحه الثقيل والاستراتيجي في الأماكن العامة بهدف حمايتها وتأمين يعني حاضنة شعبية يعني تؤدي إلى استبعاد قصفها بشكل مباشر. فمن هذا المنطلق يمكن القول أستاذ أحمد أن إسرائيل لم تكن تستهدف شخصية معينة محددة داخل هذا الاجتماع، إنما كانت تستهدف وكانت تقول للإيرانيين إننا نعلم باجتماعاتكم بتوجهكم أو بخططكم في المنطقة، وأننا نعلم أين تتواجدون وحتى إن اختبأتم في أماكن سكنية. فإسرائيل لناحية تقصفها بعض الأماكن هي بالعادة تكون دقيقة جدا، وهذا أمر كنا نراه في لبنان. يعني عندما كانت هناك ضربات إسرائيلية لميليشيا حزب الله كانت يعني فعلا تكون ضربات مقدرة، وأن يعني تصيب الهدف دون أن تستهدف المدنيين، فهو الأمر نفسه ينسحب هناك. في الواقع يمكن القول أن ما كلام حسن نصر الله الأخير منذ يومين عندما تحدث أنه يستعد أن يشعل الفوضى في المنطقة إذا ما كان هناك توترات في الساحة اللبنانية، أو إذا ما حسب ما اعتبره محاولات للوصول أو للنيل من بيئته في لبنان، سوف يشعل المنطقة. على ما يبدو أن هذه الرسالة أو هذا الأمر هو مخطط ضمن إطار استراتيجية الحرس الثوري في المنطقة، لأن إيران اليوم بوضع مأزوم على مستوى المنطقة ككل وأيضا في على مستوى الدولي. فهي اليوم أولا يعني خسرت الاتفاق النووي الإيراني الذي يبدو أنه انتهى ولا يمكنها أن تعود إليه مرة جديدة، أيضا تخسر على مستوى الوضع الاستراتيجي في لبنان، خسرت رئيس مؤيد لها هو الرئيس ميشيل عون، واليوم يسعى حزب الله جاهدا بكل قوته للإتيان برئيس آخر يؤمن له نفس المصالح، وهذا الأمر لا يستطيع حتى الساعة لم ينجح في إتمامه. لذلك يعني هناك عدة خسائر إقليمية وتراجع إقليمي، إضافة إلى خسارتها الكبيرة جدا على مستوى العلاقات التي كانت تربطها بأوروبا ولا سيما فرنسا سابقا، لأن بالنسبة للأوروبيين قضية روسيا أو الحرب الروسية الأوكرانية هي حرب مصيرية، والحرب في الحاصلة في كييف تعتبر بالنسبة للأوروبيين هي يعني البوابة الأخيرة أو خط الدفاع الأخير. وإيران متهمة أنها تشارك مع روسيا عبر دعم روسيا والقوات الروسية هناك بالطائرات المسيرة، وحتى حسب بعض يعني المصادر الأوروبية تتحدث أو تقارير أوروبية تقول أن هناك أيضا دعم عسكري للقوات الروسية، وبالتالي هذا أدى إلى توتر كبير جدا في العلاقات بين أوروبا وإيران. لذلك تجد نفسها اليوم إيران في المنطقة محاصرة، تريد أن تستخدم أوراقها مجددا في المنطقة لاستعادة الحوار ولاستعادة دورها، وطبعا ما تملكه إيران في المنطقة هو الفوضى، لا تملك أكثر من ذلك. فمن هذا المنطلق نستطيع قراءة وفهم رسالة أمين عام حزب الله في لبنان بهذا الاتجاه،
وأيضا الاجتماعات المستمرة التي تعقد في سوريا لفصائل الحرس الثوري الإيراني، سواء الفصيل الأساسي الحرس الثوري يعني، والميليشيات الأخرى من زينبيون وفاطميون وحزب الله وميليشيات العراقية المتواجدة في سوريا، لتوحيد هذه الجبهة ضمن استراتيجية موحدة، خوفا يعني من تداعيات هذا التوتر الواقع الجديد في منطقة الشرق جميل. الأوسط.